مكتب الجامعة منذ تولي مهام تدبير شؤون الجامعة أخذ بجدية مشكل ظاهرة كلاب الضالة اللي هي للأسف ظاهرة وطنية تهم جميع المدن المغربية بدون استثناء وربما بشكل متفاوت، ولكن هي ظاهرة اللي هي تعاني منها جميع المدن. للتصدي للظاهرة الجامعة فكرت بشكل جدي في بناء ملجأ جماعتي اللي من خلاله انخرطوا مع الجماعات المجاورة اللي هي جماعة تاورير تغازود درارقين زقان شيرال القليعة لبناء ملجأ جماعتي. الهدف من بناء الملجأ هو التصدي للظاهرة عن طريق تعقيم الكلاب اللي غتساهم في الأفق من تحديد تكاثر هذه الكلاب، لأنه ما عندناش لا سبيل إلا من تصدي للظاهرة من خلال تعقيم الكلاب ومن بعد تسريعها على مستوى المدينة، ولكن في أفق سنتين ثلاث سنوات راه الأعداد اللي كتجول في المدينة غينقص بشكل كبير وغينقص من المشاكل اللي كتعاني منها الساكنة. كنذكر فقط بأن هذه الظاهرة ديال كلاب الضالة مرتبطة بشكل وطيد بطريقة تدبير النفايات، لأنه الكلاب تلتج مثلا الأحياء اللي فيهم ربما القوت اليومي عن طريق البركاسات للأزبال اللي كتخرج الساكنة. ومن هذا المنبر كنأكد الساكنة بأنه يساهموا معنا بشكل إيجابي في طريقة تدبير النفايات اللي عنده شي حاجة في الدار تيخليها حتى اللي ربما يخرج ويلعب في الكاسة ويقول في أمل اللي هو غير قريب اللي هو بعيد على الكلاب. سينو راه الظاهرة غتبقى دائما، ولكن احنا الدور ديالنا من خلال هذا الملجأ اللي هو إيواء مؤقت، تنأكد على إيواء مؤقت للكلاب، الهدف منه بالدرجة الأولى هو تعقيم هذه الكلاب من بعد لي غولاشي دون لا فيل، على أساس في أفق سنتين ثلاث سنوات هالأعداد اللي كنشوفوا في المدينة غتنقص بشكل كبير إن شاء الله. هذا الملجأ تبنى في مساحة ديال 4.6 هكتار ونصف تقريبا، هيكون فيه دي لوجمون بوليشيان ميغالمون بوليشيان 1000 لوجمون بوليشيان اي 500 بوليشيان بالنسبة للقطط. كما قلت هذا الإيواء مؤقت فقط، احنا الهدف ديالنا ماشي نجمعوا الكلاب ونسكنوهم هنا بطريقة منتظمة، وإنما الهدف هو ملي كتاخذ كلب كتعقمه كتبوكلي كديك لا بوكل باش تبان بأنه راه استفاد من ديك العملية وكنطلقوا في المدينة. على أساس في السنوات المقبلة الظاهرة راه غتنقص إن شاء الله بشكل كبير، لأنه الأصل المشكل هو في التكاثر اللي هو كيني با ميتريزي بيان، تكاثر اللي هو متصاعد. نكد مرة أخرى بأن الملجأ ليس مأوى نهائي للكلاب، الملجأ هو مكان لاستقبال الكلاب باش تنقى كتعقم من بعد كتم التسريح ديالها، هذا هو الهدف من الهدف، على أساس أنه الكلب اللي من بعد كيخرج برا راه مابقاش عنده إمكانية ديال التكاثر، هذا هو الهدف من الملجأ. عمل الجراحية اللي غادي تعمل الكلب كيتخاد كيتنقى كيتعقم كيتستيغيليزا، تنخليه حتى يبرى 4 ايام 5 ايام راه كنسرحوه كنخليه للمتان الملجا للكلاب الاخرى اللي كتجمع. حنا راه كنجمع بشكل منتظم. حاجه اخرى اللي غتضاف ربما الشهور المقبله هو ان عندنا دابا حاليا ثلاثه الفروق اللي كتشتغل ليل نهار، ولكن غنزيدوا ثلاثه الشاحنات اخرى اللي غتدعم الوسطول الحالي، على اساس انه نساهموا بشكل كبير بمعنى بشكل سريع في جمع هذه الكلاب. ولكن في هذا المباراة ايضا كنأكد على انه لا بد من اشراك وتوعيات الجماعات الاخرى للمساهمه في هذه العمليه. الا ما ساهموش معنا بشكل يومي راه ما يمكنش نقضيو على الظاهره. بدايه مثلا ديال الفكره هو نبداو هذه العمليه هي الاولى، العمليه الاولى ديال التعقيم. اكيد انه جميع الافكار اللي هي ربما غتساهم انه في نقص الاعداد ديال الكلاب، خصوصا هذه الكلاب مثلا في المغرب اللي هي بلديه راه مطلوبه في اوروبا، ولكن غير العمليه ديال نقلها فيها امور مصدريه اللي هي معقده واللي ربما لابد من المواكبه ديالها
والاستجابه ربما للشروط اللي هي ضروريه قبل ما تنقل، لانه يقدر يدي معاه فيروس، ولا لان ضروري تكون يكون اون كارونتين بوندون ان سيرتان بيريود، تعزلو تيتاكد بانه ما خالي من جميع الامراض ديال الساق قبل تنقل لاماكن اخرى.